هلا شو بدنا بالحكي اللي ماله نتيجة؟ عطيني من الآخر، بدك تروح ولا لا؟ يا فدوى الله يرضى عليكي، لا تضوجي علي ولا تحاكيني بهالأسلوب هاد. الموضوع مو قصة روحة وجاية، الموضوع إنه وقتي ما بيسمح. طيب بس فهمني، امتى وقتك بيسمح؟ صار لي اكثر من شهر عم بسمع نفس الاسطوانه. ايه طبعاً، ولسه بدك تسمعيها كثير. شو يعني؟ عم تتحداني؟ لا يا روحي، شو الحكي هاد؟ معقول اتحداكي؟ بس المشكله انك مو مقدره طبيعه عملي وحجم المسؤوليات اللي حاملها انا. ومن قال لك اني مالي مقدره؟ يا سيدي انا مقدره انك مسؤول كبير وشغلك لفوق راسك، وعم تقضي معظم وقتك باستقبال وفود من المطار وتوديعه واجتماعات وجولات ميدانيه وقص شرطان حريريه ومقابلات صحفيه. هذا الشيء كله بعرفه وحافظته بسم، بس هذا ما بيمنعك انك تخصص ولو جزء صغير من وقتك لعائلتك. معلش حياتي، لاحقين على الالتزامات العائليه، وتاكدي بكره بس اطلع تقاعد او بس يزحلقوني رح اقعد لك بالبيت ورح نقضيها زيارات لبيت خالتك وعمتك ومرت ابوك. اما هلا اسف حبيبتي، بدك تعذريني، في عندي شغلات ابدا واهم بكتير. ماشي الحال، جاي اليوم على الغداء؟ يعني احتمال. وكيف بدي اعرف انا؟ حبيبتي موبايلك معك وموبايلي معي، يعني بكبسة زر بتعرفي وين احداثياتي وما رح ضيع عنك. هذا موبايلي ولا موبايلك؟ موبايلك، ما حلك تحفظ رنتو؟ ايوه عفوا. الو، اهلين ابو نجوى. الحمد لله ماشي الحال. شو هاد؟ قائمة الترشيحات؟ الله يصلحك، يا ريتك حكيتني قبل ما اطلع من البيت. لا لا، مو من البيت عم بحكي، عم بحكي من السيارة. روح دغري يا اخي، روح دغري، شبك؟ لا توقف على الإشارة. ايه ابو نجوى، لا تأخذني، كنت عم بحكي مع الشوفير، عدم المؤاخذة. المهم عزيزي، حاكيني الساعة 3 بكون رجعت على البيت. لا لا، مو على رقم البيت، على الموبايل بكون أحسن. وهو كذلك. الله معك، مع السلامة. فظاع على الشخص شو ملحاح، بلح كتير. تعرف راضي، يمكن أحسن ميزة للموبايل إنه الواحد صار يكذب على راحته وبدون ما حدا يكشفه. صحيح، بس كذبي أنا كذب أبيض، يعني واحد لجوج ولحوح ونقاء وحويصليته ضيقة مثل أبو نجوى بيضطرك إنك تكذبي عليه غصب عنك. يعني بسمع أبو نجوى بتعمل هيك ولا دائماً؟ لا لا، شو دائما، بسمع ابو نجوى وامثاله. يلا حبيبتي، بدك شيء؟ لا سلامتك. يا ابو عدنان. نعم استاذ. الله يرضى عليك، جهز لي السياره. ايه على عيني براسي. يلا خاطرك. الله معك.